السلام عليكم. في هذا الفيديو غنقدم لكم العصير ديال المشمش والخوخ. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. كنحتاج في المقادير ديال هذا العصير عندي 250 غرام ديال الخوخ. بالنسبه للخوخ هنا خديت الخوخ اللي كيكون طيب مزيان، 250 غرام ديال المشمش. عندي هنا المشمش طايب، عندي هنا التشينه كبيره، عندي هنا واحد الحامضه غير صغيره. كنحتاج تقريبا لتر ونصف ديال الماء، وكنحتاج واحد 4 ديال المعالق ديال السكر، ما يعادل نص كاس. وكيبقى السكر على حسب العصير وعلى حسب الحموضه ديال الفاكهه اللي عندي. ننتقلوا للطريقه. بالنسبه للمشمش كنحيدوا العلفه ديالو، ومن الاحسن كناخذوا المشمش اللي كيكون طيب مزيان. بالنسبه للخوخ ما كنحيدلوش القشره ديالو، كنديرو بالقشره ديالو. وبالنسبه للفاكهه ديما كناخذ الفاكهه اللي كتكون طايبه كتكون حلوه. كنحيدو العلفه كتعطينا المذاق ديال المروره، كنحيدو حتى هاد القلب هذا ديال الوسط. ديما كنردو البال من العلفه كنحيدوها. صافي، بعد ما نقلت التشين والحامض كنضيفو، كنضيف نص كاس ديال السكر، وكنضيف الماء اللي غادي يغطي هاد الفاكهه هادي. كنحط الكاسرونه فوق النار كطيب تقريبا لمده ما بين 10 دقائق ربع ساعه. ما كنجهدلهاش العافيه بزاف، هادي غير تبدي كتفيض وكنطفي عليها. صافي، هنا الكميله ديالي كتبغي تفيض، خدات تقريبا شي 10 ديال الدقائق. صافي كنطفي. صافي، هنا الفاكهه ديال راه طايبه كامله. كنغطيها وكنخليها كتبرد واحد الشويه. صافي، هنا الكسرونه ديالي بعد ما بردت واحد ربع ساعه بالنسبه لهذا العصير كان عنده هذا الميكسور هذا كيطحنو وهو سخون، واللي ما كانش متوفر عنده كيخليه حتى كيبرد. كنغطيو وكنخلي حتى يبرد مزيان وكندخلو للثلاجة. صافي، هنا العصير بعد ما برد مزيان درتو في الثلاجة كنصفيه. كنضيف شوية ديال الماء البارد. هذه هي الكميه ديال العسل اللي كنتحصل عليها، كميه ديال 3 لتر. هذه هي الكميه ديال العسل اللي كنتحصل عليها، كيتقدم بارد، كيتقدم بالصحه والراحه. بالنسبه للخصوليه ديال العسل نتوما اللي كتحكموا فيه، وحتى بالنسبه للحلاوه كضيفوا الحلاوه على حسب الذوق ديالكم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي ومن الاعجاب ديالكم. كنقول لكم بالسلامه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.